من منظور نواب مجلس الأمة. صباح الخير صباح الخير، سي عبد الوهاب. شكرا للاستضافة. صباح الخير يعني الجمهور الكريم، إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك توفقونا سي عبد نجاوب. الوهاب. أخيرا المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان التي أثير حولها ما أثير منذ الانتخابات التشريعية السابقة، يحل بقرار رئاسي. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أعلن في خطابه الأخير عن حل المجلس الشعبي الوطني، واليوم اجتماع لمجلس أو لمكتب مجلس الأمة لتحديد جلسة التصويت أو جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة. بداية، أنت نائب سيناتور في مجلس الأمة، كيف قرأتم حل المجلس الشعبي الوطني والإبقاء على مجلس الأمة؟ أولا شكرا على الاستضافة، صباح الخير جميعا. يا للتوضيح، هذا برنامج رئيس الجمهورية. نعم. رئيس الجمهورية ووعوده الانتخابية، وكان منتظرا، يعني ماهيش يعني حاجة مفاجأة. نعم. للجميع، كان منتظرا أنه سيجدد كل المؤسسات المنتخبة والتي طالب بها الشعب وطالب بها الحراك. والان يعني بعد تعطل تاع الوباء هذا اللي عطل الامور، كانت ممكن لو لم يكن الوباء ممكن كان حل المجلس الشعبي الوطني، ممكن كان في 3 أشهر الاولى من رئاسه من العهده الرئاسيه تاع السيد الرئيس. لكن تعطلت الامور. كان منتظرا الرئيس استعمل نفذ وعده واستعمل صلاحياته بطبيعه الحال. المجلس الشعبي الوطني حينما نتكلم سياسيا نقول فيه عليه، فيه إطارات ما شاء الله، يعني فيه دكاترة، فيه مهندسين قدموا ما قدموا معاليهم، فيه ناس وطنيين عملوا كذا، وفيه بعض يعني بعض كما يقولوا بعض النواب الذين أساءوا لأنفسهم قبل أن يسيئوا إلى المجلس الشعبي الوطني، وكان عبارة عن ثقل، يعني كما يقول لك المليح للمليح للفاسد، فزد على المليح. بطبيعه الحال كان هناك ثقل، يعني ثقل كبير على المجلس الشعبي الوطني على 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 المؤسسات الاخرى. الرئيس استعمل الصلاحيات حل المجلس الشعبي الوطني، والهدف من ذلك هو انتخاب مجلس شعبي وطني جديد باطارات جديده، بالمجتمع المدني والطبقه السياسيه جديده. درك الشطر الثاني من السؤال حول مجلس الامه، بطبيعه الحال كان من المفروض، يعني باش نصارحوا بعضنا، كان من المفروض انه يتم اعلان الشغور في ال 15 اليوم الاولى التي استقال فيها عبد القادر بن صالح، واعلنت في رئاسه الجمهوريه، واعلنت في النشره الثامنه الى غير ذلك. لكن للظروف دائما معينه وطبيعه ظروف معينه، سيارة سي صالح جوجي المجلس بالنيابة، وهذا ثاني داخل في برنامج رئيس الجمهورية. نعم. تجديد 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 القيادات، تجديد المجالس. نعم. إعطاء وجوه جديدة للمجالس، مع العلم أن كل عضو مجلس الأمة يستطيع الترشح بما فيهم السيد صالح جوجيل، وإذا زكاته ولا أعطاه الصندوق وأعطاه أعطاه الزملاء وانتخب، يعني وانتخب وطلب به، يستطيع ان يبقى رأي يا رب يبقى رئيس، واي عضو عنده حق الترشح. اذا هذا استكمالا لتنفيذ وعود الرئيس انه المؤسسات يجب ان تكون منتخبه شرعيا. لكن وعد الرئيس بحل المجلس الشعبي الوطني وهو وعد انتخابي قد نفذه، الا تعتقد انه سيثقل كاهل مجلس الامه من منطلق نعم ان المجلس الامه كان يتسلم مشاريع القوانين التي تمر عبر اولا عبر الغرفه السفلى للبرلمان المتمثله في المجلس الشعبي الوطني ومنها الى مجلس الامه؟ العكس تماما، المجلس الأمة هو الحارس الأمين على مؤسسات الدولة وعلى استمرارية الدولة منذ نشأته، هو الحارس الأمين لاستمرارية مؤسسات الدولة في حالة شغور منصب الرئاسة، في حالة شغور منصب في حالة شغور منصب المجلس الشعبي الوطني. مجلس الأمة دائما يساوي استمرارية الدولة.
ومؤسساتها بغض النظر عن الأشخاص الذين فيها. كاهل لا يمكنه، مستبعد جدا، لأن العملية عملية 90 يوم حسب ما ينص عليه الدستور. بعد حل من الشعب الوطني تستدعى الهيئة الناخبة لمدة 90 يوم، أقصاها يعني 90 يوم أخرى، يعني 90 يوم في عمر مش في عمر الدولة ولا في عمر الجمهورية، ماهوش ليست مشكلة ولن يعرقل العمل. لا، ونقول لك العكس تماما، لأنه هناك حكومة إن شاء الله تعدل، وحكومة قائمة لحد الآن، وواجب مجلس الأمة الآن أنه تزيد عليه المهام، تزيد عليه المهام في ماذا؟ في الرقابة، لأنه لا نستطيع نحن نتكلم على مؤسسات فصل بين السلطات، لا نستطيع أن تبقى يعني الحكومة بدون رقابة. يجب أن نراقب عمل الحكومة حتى في الثلاثة أشهر عن طريق الأسئلة الشفوية، عن طريق جلسات الاستماع، عن طريق ملتمس الرقابة، عن طريق لجان تحقيق. يجب أن يفعل كل ذلك من أجل رقابة عمل الحكومة، ولا حتى وإن كانت يعني الثلاثة أشهر هذه من أجل تسيير الأعمال، لكن لا يجب أن تسير الحكومة ولو على سبيل الاستشارة مع المجلس الشعبي، مع المجلس الأمة، وعلى سبيل يعني الإعلام، لا يجب أن تسير الحكومة لوحدها مؤسسات الدولة ولا أن تتخذ قرارات. أنا أتكلم عن الحكومة، لا أتكلم عن التشريعات التي سيصدرها رئيس الجمهورية. لا تستطيع الحكومة أن تسير بدون رقابة، وهذا ما يمثل الديمقراطية الحقيقية. هل تعتقد أنت نائب أو سيناتور في مجلس الأمة، هل تعتقد أن هذا المجلس، مجلس الأمة، نجح في أدواره الرقابية المعهودة؟ شوف، على الأقل خلال هذه العهدة. شوف، احنا نعمل بالدستور، صلاحياتنا محدودة في الدستور، ماهيش لا يمكن أن نخترع يعني قوانين لنا احنا ولا نتعدى قوانين الجمهورية. الدستور يعطينا صلاحيات الأسئلة الشفوية، ملتمس الرقابة. الأسئلة الشفوية لم تتوقف في مجلس الأمة، جلسات الاستماع، زيارات الميدانية، الدبلوماسية البرلمانية. مجلس الأمة يشارك في كل في كل في كل المجالس يعني العالمية تاع البرلمان الأوروبي، مع البرلمان الأوروبي، البرلمان العربي، إلى غير ذلك. نحن نعمل وفق الدستور وما يقتضيه يعني من الدستور، وهناك عمل الأعضاء على مستوى الولايات مع السيد الوالي، مع يتبعوا التنمية، يرفعوا الانشغالات. هاكو تشوفوا التدخلات تاعهم كلها تقريبا نقول لك في المستوى، لكن تبقى دائما علاش نقول فصل بين السلطات. الحكومة دائما تنظر للنواب بعين الريبة، يعني صح التعبير، وبعين الريبة ان يعني انهم تدخلوا في صلاحياتها الى غير ذلك، لكن هذا مطلوب للديمقراطية. اذا احنا مش الأمة نعمل، ننبه، ننصح، وقد نبهنا ونصحنا في يعني في وقت سابق، ومن لم يستنصحوا ولم يسمعوا هاك تعرف النتيجة تاعهم نتاعهم وين راحت. ولذلك يجب ان يكون تكامل، ليس احنا تنافس مع الحكومة، كان تكامل. الحكومة تقدم مشاريع نناقشوها. انا واجبي الواجبي ليس لتزكية الحكومة ولا التصفيق للحكومة، أنا الواجبي وما ينص عليه الدستور أني أراقب عمل الحكومة وأعاقب إن صح التعبير، وأعاقب الذين أعاقب إن لم يطبقوا البرنامج الذي تقدموا به مخطط عمل الحكومة. إذا أنا واجبي ما نقدرش أزكي وأهنئ وأبارك، لا، أنا واجبي أني أنتقد. أسألك في سؤال شفوي تجي ننتقدك ونتفق، ما نتفقش، لكن أنت عندك نظرة وأنا عندي نظرة، ومن حقي أنا نراقبك ونراقب الميزانية ونرحت الميزانية ونصرفتها إلى غير ذلك. على ذكر النصح والرقابة وما شابه الذي أسلفت ذكره قبل قليل، ما هي أهم القوانين التي كانت محل خلينا نقول انتقادات داخل مجلس الأمة خلال هذه العهدة؟ شوف، انتقادات يعني انتقدوها مش الأعضاء مش الأمة. لم نكن راضين أبدا على قانون المحروقات السابق. لم نكن على قانون المحروقات السابق، يعني كان مشكلة كبيرة، يعطي استقلالية لشركة سوناطراك، ويعطيها يعني يعطيها حرية مطلقة. حتى وصلت أنهم قدموا لنا قانون
رفضنا احنا في اللجنة المالية، لكن الضغوطات وضغوطات ضغوطات كبيرة، يعني الناس كل كانت تحت القصف وتحت الضغط، ضغوطات كبيرة، وصلنا انه قانون انه جوزوه في المجلس الشعبي الوطني. طبعا اولا حنايا لازم نفهموا عمل المجلس الأمة، يا نقبلوا القانون كما راه يا نرفضوه كما راه، ما نقدروش نغيروا الداخل. هذه لازم يفهم المواطن. خطر المواطن ساعات يقول لك لا ما توقفوش القانون، لا، حنا كي جينا قانون الماليه يا نقبلوه كاملا يا نرفضوه كاملا، ما نقدروا حتى نمسوا حتى شيء داخل المواد. اذا من اغرب القانون القوانين، يعني تعطي لي الفرصه، من اغرب القوانين التي مررناها هو قانون انه شركه سوناطراك انها هي التي يعني تدير الضرائب تاعها، دار الضرائب تاعها، وهي اللي تقرر ما تريد، وهي الميزانيه تاعها بدون رقابه البرلمان ولا اي جهه اخرى. وهذا ما يعني المره هذه في السؤال الشفوي للسيد وزير الطاقه قلت له الفوروفارتوس هذه القوانين هذه لازم تتوقف العمل بها، وتجيبوا لنا قوانين وتجيبوا قوانين جديده في ظل الجزائر الجديده والجمهوريه الجديده. لازم تكون هناك قوانين واضحه، ومن حق البرلمان يراقب عمل الحكم، كيف يصلح ان الشركه وطنيه هي اللي تدير الغرامه تاعها وتخلص كما تحب، وواحد لا يقدر بلا ينتقد حسيب او رقيب، بدون حاسيب او رقيب، ولا يستطيع اي موجوده في القانون اضف الى ذلك، لا يستطيع اي انسان مراقبتها. السيد الوزير قال لي بلي هناك رقابه وهناك، لكن داخل الشركه في بعضها، لكن باش نحن نطلبوا من عندهم لماذا وكيف كذا ما يعطيوناش، رغم انه هناك ماده في الدستور الحالي واضحه انه الحكومة تقدم لنا كل الوثائق، كل الاعتمادات فيما يخص كل في الدستور، فيما يخص كل المؤسسات، دينار دينار. لكن للأسف الشديد سوناطراك خرجت بقانون جديد. هذه قلت لك من بين الانتقادات التي وجدناها ووجهت لقانون المحروقات، قانون المحروقات السابق، والذين يعني نتمنى انه رئيس الجمهوريه ولا الحكومه تقدم، الحكومه القادمه تقدم لنا قانون يكون فيه متطلعات تطور الشركه. ليس هذا فحسب، أنت تطرقت إلى مسألة بين قوسين الفساد داخل هذه المؤسسة الكبرى في الجزائر. حينما لا تكون رقابة تكون حر، بطبيعة الحال يكون فساد. إذا كان إدارة، يعني لا أقصد أشخاص معينة، نعم، إدارة معينة عنده الحرية واحد لا يراقب، بطبيعة الحال يتصرف كما يشاء، يفعل يوظف من يشاء. لا تكلمنا على التوظيف الثاني مثلا في الجنوب وابناء الجنوب وشكون الأولوية والجامعيين إلى غير ذلك، في سوناطراك، سونا الغاز، المطار، الخطوط الجوية الجزائرية، هذه مؤسسات بين قوسين خاصة، رغم أنها عمومية، خاصة في التوظيف. يدخلوا شكون مثلا، يقول لك اليوم التوظيف ما كانش لكن غدوه يدخلوا. انا انتقدنا يعني قلت لك انتقدنا، قدمت سؤال شفوي للوزير السابق الاول حول التوظيف في المطار، لا نعلم من اين يدخل الناس ومن يعمل في المطار وكيف دخل، على اي اساس يتم، وعلى اي اساس، ولا هناك مسابقات الى غير ذلك. هذه المؤسسات يجب ان تكون شفافه، وان تكون المسابقات وطنيه وللجميع، وان يجب ان يستفيد الجزائريين كل من المناصب هذه. عبالك الناس حلمهم انه يخدم مثلا في سوناطراك ولا في الخطوط الجويه الجزائريه يلقاها مغلوقه. لذلك لازم تكون القانون هو الصارم، تكون لك لجان رقابيه خاصه على المسابقات، باش نعطيو الفرصه لجميع الجزائريين انه اللي عنده كفء وعنده شهاده يجي من اي منطقه يعمل بكل في 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 مؤسسه عموميه. يعني هذا كلام، يعني هذا يعني تطبيق هذا الكلام وهاته بين قوسين الاحلام، كيف يمكننا تجسيد هذه الاحلام، احلامكم انتم كنواب للشعب والشعب ومن خلالكم الشعب، على ارض الواقع؟ شوف ارض الواقع، التحدث يعني قلت لك احنا مربوطين بالدستور، مربوطين بقوانين الدستور، مربوطين عندنا اجراءات دستوريه نقوم بها، ملتمس الرقابه، عندنا السؤال الشفوي. انا في تدخل يعني في موضوع معين قلت حتى العداله يجب ان تتدخل لانها اكثر ردعا، يعني باش نصارحوا بعضنا احنا في الجزائريين. الوزير حينما تبعث له سؤال شفوي ما يجيش محير بزاف، لكن لو تجي استدعاء من العداله في موضوع يعني واضح، في موضوع واضح تاع فساد ولا حاجه، يدير الف حساب انه ممكن يدخل، الخرجه مش مضمونه اين يذهب. لذلك العداله في القضايا الكبرى، يعني انا ادعوها من هذا المنبر، ان تتدخل، صوت سيزير، تتدخل في التوظيف، تتدخل في كل مجال، لردع بعض المسؤولين، ما نقولش كامل،
بعض المسؤولين الذين تعسفوا يعني في استعمال في في استعمال في استعمال سلطتهم، تعسفوا في 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 في, في, في اعطاء مزايا غير مستحقه. احنا علاه نستناو في مخالفه التشريع؟ هناك بعض الوزراء يعني ماهوش كاملين يخالفوا حتى التشريع ويديروا يخليوا التشريع اللي صادق عليه البرلمان ويذهبون الى تشريع معين، مراسيم تنفيذيه الى غير ذلك، ويعملون لمصالح لا نعلم لذلك. لذلك قوه العداله واجبه في هذا الطرح، لانه هاك تقدم يجيب وزير، تقدم له سؤال شفوي، تكون فعله رد وانتهت العمليه. ممكن تكون العمليه سياسيين، احنا نعاقبوه سياسيين، لكن العقاب الحقيقي انه من السلطه يعني التقديريه تاع رئيس الجمهوريه طبعا، وسلطه العداله يجب ان تلعب دور كبير في العمليه هذه من اجل ان يكون هناك ردع. نعود الى مساله انتخاب رئيس للمجلس الامه. ضعنا في صوره طريقه اجراء هذه العمليه من الالف الى الياء. شوف، اولا هذا الشيء محدد في الدستور، ومحدد اول من الدستور لمجلس الامه يعني يتعامل بالقوانين الدستوريه، ومحدد في القانون الداخلي اللي درناه في مجلس الامه. اقول جيدا، وكنت في الوقت السابق يعني وفي وقتها بعد حينما استقال عبد القادر صالح طلبت بالشيء هذا. لكن معليش نوضحوا للمواطن، المجلس الامه حينما استقال الرئيس القانون يقول في ظرف 15 يوم تنتخب يجتمع طبعا المكتب في ظرف 72 ساعه لتثبيت الشغور واستدعاء المجلس في ظرف 15 يوم، اقصاها 15 يوم من اجل انتخاب رئيس. لكن هذا لم يحدث نظرا، لا احنا ما نتكلموش على الماضي، نتكلموا على المستقبل. هذا الشيء سيفعل غدا يعني تثبيت غدا، لا اليوم الاحد، يعني حسب ما علمناه، لانه المكتب هو الذي يقرر ليس الاعضاء. ومن بعد يبلغون يجتمعوا المكتب، يجتمع المكتب فيه نواب الرئيس وفيه رؤساء الكتل، يجتمعوا يتفقوا على تثبيت الشغور، ثم يعني في ظرف 15 يوم، يعني اقصى 15 يوم، كنت 3 ايام 4 ايام، يستدعى المجلس لانتخاب الرئيس. انتخاب الرئيس كيف يتم؟ هذا القانون الداخلي والدستور والى غير ذلك. انه كل عندنا 3 كتل، احنا الثلث الرئاسي والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهه التحرير، 3 كتل. قادر كل كتله تقدم مرشح، كما قادر 3 كتل يلتقي ويكون هناك تشاور بيناتهم، يقدموا واحد يزكيوه من الثلث الرئاسي ولا من الحزب، من حزب جبهه التحرير ولا من التجمع الوطني الديمقراطي. اذا كان هناك مثلا، نعطيك مثلا، في حزب التحرير الوطني اكثر من مرشح، يقدروا يديروا انتخابات اوليه، وهذا ما هو معمول به الديمقراطي. مثلا في جبهه التحرير عندنا 63 عضو، 3 مثلا يحبوا يترشحوا، يقدروا يكونوا بيناتهم انتخابات اوليه ويخيروا واحد. يخير واحد، والتجمع الوطني الديمقراطي ثاني ممكن يخير واحد، والثلث الرئاسي يقدر خاطر، وتكون منافسه ويكون صندوق، وهذه الجمهوريه الجديده، وتكون حراك برلماني داخلي، ويكون تنافس، والصحافه تتبع، وحتى العالم راه يشوف فينا، وننتخبوا، واللي اعطاه الصندوق ما يعني اللي اعطاه الصندوق من اجل الاستمراريه، يعني من اجل استمراريه مؤسسات الدوله بصفتهم اعضاء، ليس هناك اي اشكاليه. لكن إن صح التعبير الغرفة، يعني غرفة مجلس الأمة، ممكن تكون هناك مشاورات داخلية، ممكن يختاروا شخص معين ويزكيه. أنا شخصيا يعني بكل صراحة لا أحب هذه الممارسة، يعني بصف يعني كصفتي كنائب أنا نحب الصندوق، حتى إذا كان هناك تزكية وهناك تشاور وراضيين على واحد ونحب نحطوه، ماذا بيا في الصندوق؟ خليه يخرج في الصندوق يا أخي، ونزكيه في الصندوق، ما مكاكوتل نخرجوا في الصندوق، وخليه يترشح واحد حتى لو كان يكون واحد ضده ولا يدي حتى صوته، لكن تكون العملية في الصندوق من أجل بناء الجمهورية الجديدة، لأن الممارسات القديمة يجب أن تختفي. ضف إلى ذلك مجلس الأمة بين قوسين، نظرة لا نعلمها، لكن في السابق كان أنه المعين هو الذي يكون رئيسا. نعم، معين يكون رئيسا، لا، من المفروض هذا مجلس منتخب، لازم المنتخب اللي تكون عنده القوة أنه يكون هناك باش يعمل على فصل السلطات ويحاسب الحكومة، لأنه المعين لا يستطيع أن يحاسب الحكومة كما يلزم. فهمتني كيف؟ تقصد الثلث الرئاسي؟ نعم، يعني أنت تدعو إلى أن يكون رئيس مجلس الأمة من يكون منتخب وليس من الثلث الرئاسي، يكون اولا بالصندوق،
خطرة قادر يكون ممثل في الرئاسي ويكون تابع لحزب معين، يقدر يزكيه. لكن انا ادعو الى الصندوق، الصندوق مهما شكون اللي خرج مام حتى يكون معين، لانه يعتبر عضو مش الامه، هذا الدستور يسمح له. لكن لو يمر في الصندوق افضل، حتى اذا كان مش منتخب من طرف اعضاء يعني من الشعبي الولائي ومن الشعبي البلدي، يكون انتخب منا احنا. لكن هذا يعني فعل التزكيه تعبنا منه، يعني الصراحه تعبنا منه. إذا ماذا عن الأسماء المطروحة؟ هل يمكن أن نقول أن اسم عبد الوهاب بن زعيم اسم مطروح لرئاسة مجلس الأمة؟ شوف نقول لك بكل صراحة، المنصب مغري. المنصب مغري وفيه صلاحيات ورجل ثاني تاع الدولة، لكن تبقى أنه في العمل السياسي أنا أنتمي لحزب. أنتمي لكتلة فيها 63، 63 هم الذين يقررون. إذا كان أنا أو غيري أو شخص آخر مثل في الرئاسي أو شخص آخر أكفأ مني، العمل عمل جماعي ليس عمل رغبة. لو أني أنا مثلا أنه وحدي نحب نكون ما فيش مشكل ونسير ونتعامل ما فيش مشكل، لكن الرغبة الجماعية هي التي تغلب في هذه المناصب، لأنه احنا نتكلموا على الانتخاب، ما نقدرش نقول لك نحب نكون بدون الأغلبية ولا بدون رأي الجماعة. إذا احنا رأي الجماعة، حتى إذا رأي الجماعة تاعنا تاع الكتلة قال أنه نزكي واحد، نمشيو في التزكية. أنا رأيي من رأي المجموعة. ما هي المعايير التي يجب أن يراعيها النواب مجلس الأمة في عملية انتخابهم لرئيس مجلس الأمة في الوقت الراهن؟ شوف نظرك. شوف هي البناء والتشييد، معركة بناء وتشييد. شوف رئيس مجلس الأمة عنده أدوار كبيرة، أولا الرجل الثاني تاع الدولة، رئيس الجمهورية يكلفه حتى بترأس، يعني ترأس وفود كبيرة، استقبال رؤساء دول، رؤساء الحكومات، ينتقل في 10 ساعات في الطائرات، 15 ساعة، لازم يكون متمكن من اللغة الفرنسية، من اللغة العربية، يتكلم من عدة لغات، يستقبل الناس، يركب في الطائرة مثلا 10 ساعات، 15 ساعة، يترأس اللجان، يترأس الجلسة، يترأس 144 نائب، يكون هناك نقاشات، يمثل الدولة، لازم يكون يخدم 24 ساعة على 24 ساعة. لانه اضف الى ذلك يمثل الشعب، لانه انا صراحه كم مره دعوت الى فتح ابواب مجلس الامه للشعب، يعني تكون هناك ايام استقبال يومين كذا، والجمعيات والمجتمع المدني، ويطرحوا انشغالاتهم ونتبناوها في اللجان، ونسالوها للوزاره وننقلوها للانشغالات. لكن الاستقبال يعني محتشم تاع الاعضاء، يعني كل يعرف عضو يجيه، لكن المجلس الامه يعني كمؤسسه ما نقدرش نقول لك ما يستقبلش من والو، لانه مواطن يجي يقول لهم انا جيت نشوف الرئيس، لا، لازم تكون موعد وتكون تعرفه وتكون تعرف العضو الى غير ذلك. لذلك انا شحال من مره قلت ماذا بنا انه مش الأمة يكون يومين استقبال، يستقبلوا فيه المواطنين، الجمعيات، المجتمع المدني، الاحزاب، يتناقشوا، لانه يمارس حتى السياسه، يتناقشوا، تكون هناك حوارات صحفيه، تكون هناك حوارات تلفزيونيه، من اجل دفع يعني الديمقراطيه بمعنى الكلمه، لانه المشاكل هي مشاكل المواطنين. هي دعوه منك لإعادة النظر في القانون الداخلي لمجلس الامه؟ طبعا نشوف القانون الداخلي، لانه اول القانون الداخلي عندنا فرصه انه نعاودوه، لانه احنا لازم نديروه مع الدستور الجديد. الدستور الجديد هي فرصه نعاودوا القانون بحيث نتقربوا من الشعب، مؤسسات الشعب. انا قلت لك احنا دورنا ليس تزكيه الحكومه ولا تصفيق الحكومه، احنا دورنا انه نراقب الحكومه وعمل الحكومه ونعاقب الحكومه، هذا هو الدور تاعنا. مانيش مستعد اني نقدم لك صك على بياض في اي موضوع، نناقش في كل شيء. يجب ان لا تتفرد هذا الراي كحكومه. لكن ما يعاب، ما يتداول شعبيا، أن البرلمان بغرفته، مجلس الشعب الوطني أو مجلس الأمة، قليلا قليلا فقط ما يتم الحديث عن مشاريع قوانين معروضة من طرف الحكومة وتم رفضها في مجلس الأمة في هذه العهدة. أنت نائب في مجلس الأمة، كم عدد مثلا القوانين التي تم يعني عدم قبولها، عدم تمريرها على الأقل؟ شوف كنت وضحت لك عضو المجلس الأمة يعبر عن رأيه،
رأيك كشخص، أنا في أي موضوع نعبر عن رأيي كشخص، لكن بعد تنتمي إلى حزب وتنتمي إلى كتلة وتنتمي للدولة الجزائرية، ليست كل القوانين يعني معابة، لكن أنا وضحت باللي في مجلس الأمة أي قانون ينرفضه كاملا ينقبله كاملا، ما نقدرش أنا نرفض قانون المالية كاملا، نناقشه نمد التوصيات توصيات للحكومة، لكن لا أستطيع أن أرفض قانون المالية لأنه مر على المجلس الشعبي الوطني، المجلس الشعبي الوطني اللي عنده صلاحيات كبيرة يغير يحذف قانون يزيد قانون يزيد في البنزين ينقص في البنزين يناقش الحكومة يحذف قوانين من حقه يعني ويفوت تفوت مادة مادة كل القوانين، لكن احنا صلاحيات مجلس الأمة نقدر نقولوا احنا مناقشة يعني كاملة على هذه القوانين، لكن يرفض مادام فات في المجلس الشعبي الوطني بطبيعه الحال احنا نحجزوها يعني خدمه للمصلحه الوطنيه، لكن حتى اذا عندنا انتقادات هيا مثلا كما قانون المحروقات انا رفضته، كان زملاء ثاني رفضوه، كانوا اللي ما حضروش، لكن ما نقدروش نغيره لانه تقدر تقول الاغلبيه جوزاته 50+1 50+1 يجوزوه، اذا لازم يفهموني المواطنين انه احنا دورنا في مجلس الامه انه عندنا دور رقابي تشريعي الى عندنا تشريع يعني في الاقليم عطاونا تشريع يعني مثل تاع الولايات كما المره اللي فات جوزناه ان شاء الله نتمناو يعني في تكون قوانين اخرى ندخلوا فيها، لكن العمل كل على المجلس الشعبي، العمل كل مرتكز على عمل المجلس الشعبي الوطني، 500 نائب على 460 نائب هم الذين يستطيعون فعل كل شيء، وحنا نرتب الامور بالتشاور، وهناك تشاور بيناتنا يعني في كل المجالات في كل القوانين، احنا انا شخصيا احيانا ندخل في قانون الماليه مع جماعه اصدقاء النواب، نروح لهم نقول لهم هاي لازم هيك ولازم هيك ولازم هيك، لانه ما عندناش احنا حق نغيره، وفعلا يسمعوا لي ويقدموا الاقتراحات هذه. جميل جميل، نتحدث عن أبرز القوانين أو مشاريع القوانين، أو نعود مشاريع القوانين التي يعني كانت محل انتقادات كما أشرت قبل قليل. أنت كنت يعني كانت يعني الصحافة نقلت عنك انتقادات لاذعة لمسألة تسيير ملف السيارات. ما في يعني فيما تتمثل اهم مؤاخذاتكم على هذا الملف؟ شوف اعطيت لي فرصه اول نبداو على الصناعه ومن بعد ندخلوا في السياره. شوف القطاع الصناعي يحتاج استراتيجيه كامله متكامله ليست ترقيعيه، ما نقدرش نشوف الصناعه يعني الصناعه والبناء ما يصلحش الرقع، لازم نريب ونبني من جديد. لذلك احنا ناس بزاف يقول لك البرلمان ما يدير والو، لكن هناك قوانين حتى يجي شكون يجي مثلا رئيس الجمهوريه الله يحسن عونه على كل حال باش يغير لازم له وقت، لازم له قوانين تتغير، قوانين تاع 20 سنه و 30 سنه معناها البرلمان اللي يجي رئيس الجمهوريه وحتى حدود حتى التشريع وقفوا على نفسه، قال لك انا ما نزيدش نشرع يعني ما نزيدش نشرع ممكن هذا قانون الانتخابات لانه خاص يعني باش يمد فرصه للشعب كامل ما نزيدش يشرع، قل البرلمان هو اللي يشرع. بمعنى هذه القوانين التي تمر في المجلس الشعبي الوطني وتزيد تمر في مجلس الامه اللي يجب ان تناقش، احنا من بين يعني احسن حاجه جات في الدستور يعني صراحه هذا رغم الانتقادات، لكن احسن حاجه انه منه هكا قانون المالي يجيب القوانين التطبيقيه لي تيكست دابليكاسيون، يجي الوزير يقول لك انا هاو القانون هاو التكست، موش يروح وحده يبدا يغير ويطلع ويهبط، هذا انتهى وهذا يعني يحسب للسيد رئيس الجمهوريه يعني في التعليمات تاعو، هذا مهم جدا في الدستور، منه يعني ما عادش ننتظر قال لي تيكست دابليكاسيون خرجوا ما خرجوش، يجي قانون الماليه يجيو مع لي تيكست دابليكاسيون انتهت العملية. هنا رأي المشرع مهم لأن المشرع يعطي قرارات. الصناعة واش صرا؟ ما يصلحش في الصناعة نرقعوا. الصناعة ما نرقعوش. يعني بين قوسين درك نشخصوا شوية نهضروا على وزير في الحكومة الحالي وغلطوا يعني أخطاؤه الكثيرة واش دار؟ تجاه الصناعة جاب أفكار كثيرة 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 متكدسة في يعني في 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 رأسه وبدأ يخدم. كيف بدا يخدم واش دار؟ غلق كل شيء.
غلق المصانع، نحى الاعتمادات، نحى الاعتمادات للشركات في كل المجالات، في كل المجالات، في كل المجالات غلق. ولكنك انت قلت لابد من ان نريب باش نبني. اسمح لي، لا غلق كل شيء، لكن نعم. هناك عمال، هناك شركات، هناك نعم. ناس تعمل، هناك راس مال، هناك ناس اونجاجي مع الشركات العالميه الى غير ذلك. كان من المفروض، كان من المفروض ولازم تكون هناك سرعه 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 في التسيير. كان من المفروض على السيد الوزير انه ما يغلقش كل شيء، يحط الاصلاحات تاعو بالتدريج، لانها قوانين. الناس هذو اللي موجودين الشركات تاعهم الان راهم يخدموا بالقوانين. الشركات الموجوده كانت تخدم قوانين، واش ذنبي انا مواطن ولا مستثمر عملت مصنع من بعد تجي تغلقه؟ انا خدمت حسب الحكومه السابقه، عندي قانون، عندي اعتماد، عندي سجل تجاري، عندي اجهزه، راني نعم، ما تغلق ليش. كان من المفروض تكون انا تكلمت كي تريب كل شيء. الاستراتيجيه يخدمها وحده، الاستراتيجيه يخدمها وينقل الاصلاحات بشويه للشركات هذه. مثلا الانسان يصنع، قال القانون الماليه القادم راه نزيدوا لك 5%، رانا تعود مثلا الادماج، نسبه الادماج في الالكترومنزلي كانت من 15، قال القانون الماليه الجاي او تكون 20%، قال المره الجايه تخلص التيفيا، المره الجايه راك ماكش معفي، المره الجايه راك كذا. راه يصنع السيد ويتاقلم مع القوانين والعمال راهم يمشيوا. لكن ان تغلق كل شيء، كل شيء مربوط بالصناعه. يعني المشكل تاع التوظيف وين؟ في الصناعه، في المؤسسات الصغيره المتوسطه. لحد الان قانون الاستثمار مش موجود لحد الان. يعني كي يعني كي نتكلموا على الصناعه، تستقبل انت يا سفير تقول له مرحبا تفضلوا استثمروا، كاين سفراء تكلموا حتى مع وزراء وكن وحاضرين، قل له تفضل استثمر، يقول له راح قانون الاستثمار ومازال ما فاتش، ما جاش، مازال قانون. كيف تحبني نجيك ونستثمر؟ تضيع غير في وقتك في الاستقبالات الى غير ذلك. انت وكانك تقول بان هذا الغلق ضيع على الجزائر الكثير من ربما احتمالات جلب مستثمرين اجانب والاستفاده من مستثمرين. احنا الاجانب ما يجيكش، حتى ما يجيكش اصلا مع زاد الكورونا، ما جاش لحد الان. لذلك الاستراتيجيه الصناعيه تخدم وحدها مع المجلس الوطني الاقتصادي ومع الشركاء، ماكش وحدك تخدمها، وحدك مع البرلمان الى غير ذلك. هاي تمشي توجد استراتيجيه تاع كل شيء في الصناعه، وفي نفس الوقت ما تغلقش للشركات هذو، خليهم يمشيوا. وكما نقولوا احنا انجكتي الاصلاحات، الاصلاحات على حسب الاستراتيجيه باش تحافظ على مناصب الشغل، تحافظ على العمل. كيف رجل اعمال يخدم 30 سنه 40 سنه وكونوا، مهما هو رجل الاعمال هذا من اين تكون؟ تكون بالقوانين هذه. جميل، منين جاب؟ اسمح لي دوك نرجعوا للسيارات. نعم، السيارات درنا له سؤال شفوي احنا في المجلس الشعبي الوطني، لذلك فصل بين السلطات. يعني نقول لك انا مخالف التشريع في المجلس الشعبي الوطني. حنايا صادقنا على قانون وصدره رئيس الجمهوريه مرتين في الجريده الرسميه اللي هو الموان تروازو. موان تروازو معناها على الاقل من 3 سنوات ولا اقل من عامين ولا اقل من 6 اشهر او اقل من 7 اشهر، ليس شرط 3 سنوات. صادقنا على قانون تشريعي، كان من المفروض انك تدلو لي تاكس دابليكاسيون، القوانين التطبيقيه تاعو، ويمر. نعم. يمر، معليش خدم بها عام عامين، ومن بعد اذا ما صلحش القانون هذا تعاود ترجع انت يا كحكومه، قال انا القانون هذا ما ساعدنيش، راهو مثلا العمله زادت، ممكن تصغير، ممكن كذا، تقدم لي زارغيمون تاعك ونلغيو هذا القانون ولا نعدلوا فيه وانتهت العمليه. لكن انك تخلي قانون تشريعي وتروح تدير مرسوم تنفيذي تقترحه على السيد الوزير الاول، والوزير الاول يمضي لك القانون هذا، ونمس لي ريزيرف دو شونج يعني الاحتياطي الصرف في ظل هذه الازمه، ونمد 2 مليار دولار واكثر من 2 مليار دولار، لانه العمليه اللي كنا نمشيو في الاعتمادات حسب تصريح السيد الوزير، لو كنا نمشيو في الاعتمادات هذا قال لك نوصل 20 30 40 50 60 اعتماد. كي تمد 60 اعتماد معناها كل واحد تمد له مليار دولار ولا كيف؟ منين نبقاو غير نستوردوا في السيارات؟ اين الاستراتيجيه الصناعيه في السيارات؟ كان من المفروض انا حتى الشركات اللي يركبوا اللي كانوا يركبوا نرافقهم، ننجكت لهم الاصلاحات بشوي، نطالبهم اللي يقولوا نفخ العجلات، لا، لكن كاين مؤسسات ناس تعمل فيها كذا، نصلحهم نرافقهم. قال القانون السابق انتهى، هاو القانون الجديد، بصح ما نديرلكش دفتر شروط تعجيزي. هو دار دفتر شروط تعجيزيه، لا يستطيع اي انسان. المشكل اللي يقول لك راني ندير فيه دفتر الشروط، لكن دفتر الشروط كلها تعجيزيه لداخل،
لكنه منح التراخيص لأربع أو هذيك. شوف أنا أرفض العملية أصلا تاع الاستيراد، أرفضها جملة وتفصيل مادام راح تمد لي ريزيرف تمس احتياطي الصرف. حنا واش اقترحنا؟ مادام قانون تشريعي وصدره رئيس الجمهورية، لأن السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، صدره رئيس وفات على التشريع، قلنا نجربوا القانون هذا عام تاع الموان تروازون اللي بيريو نديروا لي تاكس دابليكاسيون، ويقول لك تحجب القانون. قلت له انا ربع ساعات مد القانون مش مشكل، يفتح المواطن يفتح الحساب البنكي، يحط العمله نتاعو، ولا تعطيه خالته من ولا عمته ولا فاميلته يعطيها له من الخارج، يمولوا له الحساب البنكي نتاعو. والمواطن مره في ظرف 3 سنوات يروح يجيب سياره. انا افضل سياره بين قوسين المانيه أقل من 3 سنوات ولا أقل من عامين، خير من اللي راح نجيب كيوكيو بنفس السعر. خلي المواطن حر، خلي المواطن حر. وهذا القانون التشريعي أنا أطالبك أنك تنفذ القانون التشريعي، ما تخترعش قانون ومرسوم تنفيذي تمس به احتياطي الصرف. المؤاخذة أيضا والراحة، أنا دقيقة برك، أنا يا أعوذ بالله من كلمة، أنا بغيت نمد الاعتمادات تاع الموان تروازون حسب التشريع للشعب، للشعب كامل. هو يحب يمد من 4 ولا 5 من الناس باش يديو لي ريزيرف دو شونس ويزيدوا يديو الارباح تاعهم ويخلصوا التيفيا الى غير ذلك. قال لك وين كنت قبل؟ لا، كنا نخدموا، كنا نقدموا اقتراحات وقدمنا ونرجع للارشيف والتدخلات تاعنا وما سمعوناش. هذا وزير الصناعه السابق والسابق والوزير الاول السابق والسابق في نفس الملف قدمنا باللي راكم تخالفوا في التشريع، والان هاي النتيجه. اذا لا نخالف التشريع مهما كان رايك صحيح، طبق القانون. بعد عام يا اخي كيف تحب نبني مؤسسات دير مرسوم تنفيذي؟ ضف الى ذلك الاستيراد من صلاحيه وزاره التجاره، كانت من المفروض يوصل للتجاره، حتى نفترض باش نكون استيراد، وزاره التجاره هي اللي دير المرسوم التنفيذي للسيد الوزير الاول، وهو يعطيه يقول لك الخبراء، حتى وزاره التجاره يعطيها الخبراء. يعني وكانك تقول بان التراخيص، منح التراخيص مهمة وزارة التجارة وليس وزارة الصناعة. طبعا هذا في الاستيراد مهمة وزارة التجارة، ولذلك هناك مرسوم تنفيذي عنده 3 سنوات، وطلبت السيد الوزير الأول بعث له سؤال شفوي، مرسوم تنفيذي 19/12 أظن، أعتقد 2019/12، يمنع استيراد السيارات، ولحد الآن راه ساري المفعول. وفي نفس الوقت هناك مرسوم تنفيذي تاع هذا اللي داروا مع وزير الصناعة يسمح باستيراد السيارات، وأنا قانون نطبقه، وانا مرسوم تنفيذي نطبقه. لذلك انا سالت السؤال الشفوي للسيد الوزير الاول، ننتظر الاجابه تاعو. اي مجال الصناعه يهتم بالصناعه، المواطن حر، هذه حتى في الدستور، حر المواطن، حر يحب دراهمه يشري سياره، انت وفر له الامكانيات، دير الكونترول الرقابه في المطاف. هذا هو المعمول به في كل حر يا اخي. نعم. يحب يجيب سياره يعطي يصدقوها عليه. عندنا احنا جاليه الله يبارك فيها 10 ملايين، خوك في الخارج يحب يصدق عليك سياره، هذه نسبه معينه تنتهي منه، يعطيك دراهم نسبه معينه تنتهي منه. افتح السوق في انتظار هذه الشركات اللي راح يصنعوا، مانيش عارف، لانه كي تقول باللي يعني نتكلم على يقولوا يتكلموا مع المانيا ونتكلم مانيش عارف شركات اللي يصنعوا الكهربائيه ومانيش عارف قد شحال، 10 سنين 15 سنه باش تحقق المشروع هذا. لذلك يعني باش نغلقوا موضوع السيارات وجب تطبيق القانون التشريعي. نجربوه يا اخي عام المرسوم، يعني كيما يقول لك لي تاكس دابليكاسيون سهله، مرسوم منشور وزاري مشترك، افتح حساب، اشرط على المواطن اللي راح يشري انه يشري من عند، باش تكون فاتوره، يشري من عند وكيل معتمد. نعم. وانتهت العمليه. وفي الواقع الحظر لا يشمل السيارات فقط، ولكن العديد من مثلا بواخر النزهه او غيرها او ما شابهها، فيه غلق يعني الكثير من الجزائريين الراغبين في استيراد مثلا بواخر نزهه او كذا، لا يمكن. شوف الجمهوريه لا ريبوبليك المفروض تعتمد على القوانين وفقط.
يا اخي المواطن وتعتمد القوانين وتعتمد على الدستور. ما دام المواطن عنده دراهمه، علاه الجزائريين كل فقراء؟ الناس عندها دراهم، كاين تجار، كاين متعاملين، كاين اللي ورث، كاين الناس لا باس بها. الجاليه عندهم اللي عندهم العائلات تاعهم يعملوا عليهم، قدر الجاليه كاين هناك يعني اطارات، مش اطارات حتى يعني بين قوسين المهاجرين 10,000 اورو هذه ممكن يوفرها في عامين. في عامين ولا في عام يمدها لخوه، واش مشكلك انت؟ اين مشكلتك انه يمد له يشري سياره؟ على خليه حر، هذا ما يمنعش تحب دير الاستيراد، خلي الاستيراد ثاني يمشي. المواطن يحب يجيبها موان 3 موان 2 موان 3 الله يبارك ويعطي له وتكون هناك يعني منشور وزاري يوضح العمليه، ولا تحب دير الاستيراد ربي عاونك. ضيف الى ذلك نعطيك نقطه برك يعني البارك الحظيره، سمشت انت يا كل موان 3 موان 10 موان 20 موان 50 ويمشي. جميل، نتحدث في على عجاله بخصوص ملف عقود ما قبل التشغيل. اخر الارقام بخصوص شوف عقود ما قبل التشغيل، انا اخر رقم يا امس اتصال مع مسؤول في الوزاره تقريب 50,000، يعني والله صراحه انا كما يقولوا ما نزكيش، لكن الوزير ناشط في العمليه هذه ويتبع فيها ليل ونهار مع اطارات وزاره العمل. يعني صراحه كنا في تقريب 30,000، اليوم رانا في 50,000 بنفس القوانين بالمرسوم التنفيذي 19 تاع 3/6 يعني اللي خرج 2019، لكن الان تقريب 50,000 اللي توظفوا في مناصبهم. انا نقول لك ونتحمل مسؤوليتي، كيفاش نتحمل مسؤوليتي؟ لانه هناك رئيس جمهوريه وعد، لان مش نحمل فيه يعني المسؤوليه الان، لكن وعد وقانون الماليه جوزنا فيه 200 مليار دينار، يعني مع وزير الماليه مباشره قال لهم استبشروا راني وفلت لكم الاموال. بقات هذه التعليمه يعني ولات الوموا فيها الحكومه، كان من المفروض يعني معادله الشهادات والى غير ذلك، قدمها مقاربه هائله تاع وزير العمل. انا شفتها وزير العمل قدم مقاربه للحكومه، لو كان صدقت عليها الحكومه ونحينا الثقل على السيد رئيس الجمهوريه، هو الحكومه راح تبعثها رئيس الجمهوريه باش تفوت في مجلس الوزراء، رغم انها حاجه بسيطه. وهذه اللي نلوم فيها انا بزاف الحكومه، من المفروض السيد الوزير الاول قدم له المقاربه يوافق عليها وننطلقوا في المشكله هذه، نهنيو الشباب هذا. انا الرساله تاعي أنا مطمئن ومطمئن ومطمئن وتحمل المسؤولية، ما دام هناك وعد رئيس الجمهورية وهناك إرادة سيادة رئيس الجمهورية وهناك هناك الأموال موجودة موفرة في قانون المالية ومرصودة ومرصود حتى بالحساب 360,000، أنا أطمئنهم ويديوا دراهمهم يخدموا ويتنصبوا وياخذوا أموالهم، ياخذوا أموالهم بالأثر الرجعي لثلاث دفعات، والعملية جارية حتى في الدفعة الأولى. جميل، سؤال أخير، ساعات قبل في دقيقة ساعات قبل الإعلان عن التعديل الحكومي، ما هي القطاعات التي في نظرك أو ما تقييمك للحكومة، ما هي القطاعات المحتمل أنه يكون فيها تغيير؟ شوف نصارحك يعني نصارحك وخلي تحسب علي، أنا تمنيت رحيل الحكومة كلها. رحيل الحكومة كامل، تمنيت ترحل كامل، لأنه الوزير الأول هو مسؤول، هو المنسق، لانه الناس ما تعرفش هي مش كان اللي يعرف العمل الحكومي. العمل الحكومي وزير مثلا حتى يحب يعمل لما يبعث البرنامج تاعه ولا الزيارات ولا القوانين اللي يقترحها يبعث الوزير الاول، اذا كان الراس ما كانتش في السرعه اللازمه صعب. انه نتمنى بكل صراحه نتمنيت ترحيل الوزاره الاولى كامله وتجي وزاره ويكون وزير اول بين قوسين ينشط الامور في كل مجالات، لانه حنا نتكلموا مع وزارات كيما الوزاره كيما انت يقول لك انني درت ما عليا، اني بعثت عند الوزير الاول اني نستنى 3 شهور 4 شهور او مازال ما جاوبني واش تحبني ندير. لذلك تعديل الوزاره يعني كاين وزاره ومن بعد نفس الوزاره القانون يجبرهم انهم يرسلوا الملفات للوزير الاول وهو نفس الوزير الاول، ما درنا والو بكل صراحه. تمنيت لكن النظره تاع السيد رئيس الجمهوريه يعني ممكن تكون شامله، ممكن لثلاثة أشهر تكون انتخابات شرعية، تكون انتخابات شرعية يجي وزير أول آخر ممكن ينشط الأمور. لذلك يجب أن يكون هناك قرارات يعني سريعة، أون دوا باسي على فيتاس سوبيريور في عمل الحكومة إن شاء الله. شكرا جزيلا النائب في مجلس الأمة السي عبد الوهاب بن زعيم، كنت معنا في برنامج الشروق مورنينج موجز 9 مع الزميلة نادية قمادي. أهلا من جديد.